رسولنا محمد هذا الاسم يذكر في كل المواقع، يذكر أسماء، ويذكر عند الأذان، ويذكر عند الصلاة، ويذكر عند الإقامة، ويذكر في كل حين. محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عندما أسري به ومعه جبريل، وعندما وصل إلى سدرة المنتهى توقف جبريل وتوقف الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: أي جبريل، أهنا يترك الخليل خليله؟ فقال له جبريل: يعز علي ذلك يا محمد، ولكن لكل منا مقاما معلوما، فإن تقدمت أنا لاحترقت بأنوار الجلال، أما أنت يا محمد إذا تقدمت اخترقت أنوار الجمال. وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عرش الرحمن وهم بخلع نعليه، فنودي: لماذا تخلع نعلاك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلهي، لقد خشيت عاقبة الطرد ومرارة الرب، وأن يقال لي كما قيل لي أخي موسى: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقال له الله سبحانه وتعالى: يا محمد، إن كان موسى أراد فأنت المراد، وإن كان موسى أحب فأنت المحبوب، وإن كان موسى طلب فأنت المطلوب، وأنت القريب، وأنت الحبيب، فسل ما تريد، إني سميع مجيب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلهي، لقد اتخذت إبراهيم خليلك، وموسى كريمك، وعيسى من روحك، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، ورفعت إدريس مقاما عليا، فأين أنا من هؤلاء يا رب العالمين؟ قالها بتواضع الأنبياء، وهو سيد الخلق أجمعين، وخاتم النبيين وإمام المرسلين. فقال له الله سبحانه وتعالى: يا محمد، إن اتخذت إبراهيم خليلي فأنت حبيبي، والحبيب أكرم عندي من الخليل، وإن اتخذت موسى كريمي فقد كلمني من وراء الحجاب، أما أنت يا محمد فتجلس على بساط أنس الله، وإن اتخذت موسى من روحي فلقد قرنت اسمي باسمك يا محمد، فلا يقول أحد لا إله إلا الله إلا وقال محمد رسول الله، وإن أعطيت سليمان ملكا عظيما فقد أعطيتك المثاني السبع والقرآن العظيم وسورة البقرة وآل عمران والنساء، فوعزتي وجلالي يا محمد ما قرأهم أحد من أمتك إلا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل والحصى، وإن رفعت إدريس مكانا عليا فهو في السماء الرابعة، أما أنت يا محمد فتجلس على بساط أنس الله في مكان ولم يدخله أحد غيرك قبلك ولا بعدك، فوعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا علي كل السبل، لو تركوا علي كل الأبواب، لن أقبلهم، لن أفتح لهم إلا إذا جاءوا من خلفك يا رسول الله. فخر الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا لله، فقال له رب العالمين: أنظر يا محمد وسل ما تريد، إني سميع مجيب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إلهي، لا أسألك آمنة التي ولدتني، ولا حليمة التي أرضعتني، ولا فاطمة ابنتي، وإنما أسألك أمتي، أمتي، أمتي. فقال له الله سبحانه وتعالى: ما أشفقك على هذه الأمة، أمتك قوم ضعيف، وأنا رب لطيف، وأنت نبي شريف، فلا يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف، فوعزتي وجلالي يا محمد لأقسمن القيامة بيني وبينك شطرين، أنت تقول أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي. فصلوا على النبي.